طيب في المباراة النهائية تفاصيل وقيمة الفرصة بيبقى شيء لازم يبقى عزيز جدا لأي فريق. النهارده ما فيش حد من لعيبة النادي الأهلي قصر، كلهم كانوا بيلعبوا بأقصى روح وبصراحة عملوا مباراة رائعة، ولكن عندي بس بعض النقاط على حسين الشحات استعدت بيها ذكريات كأس العالم للأندية في مباراة فلومينينسي. في لقطتين لحسين الشحات وإمام عاشور كان بيعاتبوا فيها، اللقطتين دول حسين الشحات لو رفع راسه وتعاون مع لعيبه النادي الاهلي اكتر من كده كان ممكن النادي الاهلي يسجل بمنتهى السهوله. تعال نتفرج على الكره الاولانيه في الدقيقه 25، النادي الاهلي ضغط على الترجي، قام الراجل الحارس بتاع الترجي ماميش لعب الكوره، هنا استلم حسين الشحات الكوره، استلم بصراحه امتص الكوره كويس جدا. حسين اول ما يزق الكوره نشوف الفريم اللي بعده، الراجل قام رقص، بص بقى هنا على امام عاشور فين، بص امام عاشور فين، نشوف الفريم اللي بعده، خلاص هو حسين واخد قرار التسديد. حسين لو لعب الكره لامام عاشور واحد على واحد اضمن لك بنسبه 1,000,000% امام عاشور هيعدي واحد على واحد وهيجيب جون. اول ما حسين قرار اللي عنده الاولي دايما يعني هو عاوز يشوط يجيب جون، هو قرار الاوحد، هو قرار الاوحد فعلا. قام حسين شاط الكره من مسافه بعيده جدا جدا ومضغوط عليه، والكره طلعت بره. حتى بص انت امام عاشور بعد بقى ما الفريم يجي هتلاقي امام عاشور قام جاي رفع التيشيرت اللي هو انا يعني ما حرام يعني عليك. بص ايوه بصراحه عليك بصراحه كده. فرصه في ماتش زي ده مهمه جدا. تعال بقى نروح للفرصه الثانيه اللي كانت بالنسبه لي غريبه جدا، وهي هنا كانت برضو في الدقيقه 54 في الشوط الثاني، النادي الاهلي قطع الكوره، الفريم اللي بعده محمد هاني على طول هيطلع الكوره هيشتتها، الكوره توصل لوسام ابو علي اللعيب الجامد قوي. بص كريم الفنت اللي هيعمله عشان يفتح نفسه زاويه، اول ما وسام ابو علي خد الكوره ساب الكوره تمشي بسرعتها، فبالتالي سبق الراجل المساك بتاع الترجي، قام مطلع الكوره هنا لامام عاشور. نكمل بقى، اول ما الكره راحت امام عاشور بصراحه بس اقف عند الحته دي، انا مش عارف الحكم كان فين في اللقطه دي. بص الراجل مسك وسام ابو علي وقام جايبه على الارض. نكمل الفريم اللي بعده، اول ما امام عاشور هيستلم الكوره هيلعب الكوره لمين؟ لحسين الشحات، والراجل لسه عمال يضرب في وسام ابو علي، عمال يضرب في وسام ابو علي. مصطفى غير برضه شايف اللعب يعني بس لازم انذار بقى، لازم انذار بعد الكره دي. هنا بقى امام عاشور طلع الكره لحسين الشحات. نكمل بقى الفريم اللي بعده، حسين الشحات استلم بقدره قادر، ما اعرفش وسام ابو علي قام امتى. بص بقى هنا اللحظه، اقف هنا بقى لحظه، حسين الشحات برضو داخل واحد على واحد وعاوز يقطم لجوه علشان يشوط. نشوف بقى الفريم اللي بعده، اول ما حسين هيلم الكره بس بص امام عاشور فين، بص وسام ابو علي فين، بمنتهى البساطه باص لوسام ابو علي، بطن رجل وسام ابو علي في الجون. قام برضو حسين الشحات مصمم ان هو يخش لجوه ويلعب الكوره، نفس ماتش فلومينينسي بالظبط بتاع كاس العالم للانديه بالظبط، الكره متقطعت جات لامام عاشور، امام عاشور شاطها بزهق يعني. هتلاقي بص حتى امام عاشور بعد ما شاط الكوره بقى بص رد فعله، اما شاط لابس شيرت بعد كده كان خلاص هيطلع من هدومه، وبعديها بص بقى امام عاشور هيلوم فيها حسين الشحات، هيقول له نشوف الفريم اللي بعده، هيشاور له بايده بيقول له يعني ما تلعبها لي، يعني قال له ما تلعبها لي هنا. فرصتين دول ممكن تكون دي اخر لقطه. فالفرصتين دول قيمتهم كبيره جدا في مباراه نهائيه. حسين الشحات مش بنقطع ولا بس بالعكس، على فكره النهارده لعب دور دفاع عظيم عظيم عظيم, عظيم جدا. الشوط الاولاني بالذات كان على طول بيرجع بيضم بيبقوا خمسه ورا. انا اقصد لو اشتغل الحته دي بقت مثالي على فكره، مثالي. هو حسين احسن واحد بيعمل الحته دي في مصر. صح. بس احيانا هو بس لو رفع عينه جزء من الثانيه وبص على اللي جنبه ممكن القرار يختلف تمام. طيب